لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود، ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بدفعش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك، وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. حبيت كيف وانا قاعد في البيت، سرعة وطاير وعليت، والنت مكفينا مكفينا، وشو صار مش طالع انا من الدار، الفايبر سرعته نار، انا والعيل باجواء السرعة جلينا، ويلا نعيش مع مالت الجيجا فايبر، يلا نعيش على السرعة، أجواء السرعة بتفرق مع مالت الجيجا فايبر. في البيت عيش أعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع مالت الجيجا فايبر، أسرع انترنت منزلي. للاشتراك زوروا أحد معارض مالت وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199، خاضع للإمكانية الفنية. هذا وقتي وهذا زماني، بلف الدنيا وأنا في مكاني، واتطمن أنا مش عادي. توفيرنا مش عادي، 7,000 دولار يوميا، 70,000 دولار شهريا، 700,000 دولار على 7 فائزين، جوائزنا 7 أيام في الأسبوع، يجري السحب على الجوائز الكبرى وتنتهي الحملة بتاريخ 31/1/2024، خاضع لشروط الحملة وأحكام البنك. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو الاتصال على 1700-150-150. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. قشطة يا عم سمعني كلام، ونهارك فل يا سيدي الكل، كل حدا بتشوفه ببالة، جبالك قشطة من البنار أخطر من يلي ببالة، القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيو ده عربي، دوق القشطة دوق يا عيني يا عيني على القشطة، القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى، البنار اختيار كل الدار. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير وأهلا بكم في يوم جديد وفي تغطية جديدة لآخر المستجدات والأخبار والأحداث والتطورات في الوطن الحبيب فلسطين في قطاع غزة تحديدا في هذا اليوم الأحد 22 من أكتوبر للعام 2023. يا شعبنا شد الحيل قرب يخلص هذا الليل، يا شعبنا شد الحيل قرب يخلص هذا الليل، عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. صباح الخير أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين، نحييكم بتحية الوطن، تحية القدس، تحية غزة هاشم، تحية نابلس، جبل النار وجنين الصمود. أينما كنتم نحييكم عبر شبكة وطن الإعلامية على منصتها عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2 وعبر شاشة تلفزيون وطن وعبر موقع وكالة وطن للأنباء على الفيسبوك. أينما كنتم نحييكم والتغطية مستمرة، غزة الصامدة، غزة الأمل. شعبنا بها مهما تكتر الصعاب، لحتي للهوى والإرهاب وإحنا بدنا حرية. شعبنا بها مهما تكتر الصعاب، صباح الخير. صباح الخير يا فلسطين، صباح الخير للقدس، صباح الخير يا غزة، صباح الأمن والعزة، صباح الخير يا عكا، صباحك أجمل يا نابلس. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها، تعز علي بلادي وتعز علي أحزانها، يا عناية الله المشددة التفي حول وطني. ارحل ارحل يا محتل في أرضي ما راح تضل، حتى لو سقط مليون شعبنا ما راح ينذل. ارحل ارحل يا محتل في أرضي ما راح تضل، حتى لو سقط مليون شعبنا ما راح ينذل. خطوة خطوة. نبدأ معكم إذن هذه التغطية المتواصلة والمستمرة بآخر الأخبار والمستجدات. سنبدأ اليوم من الضفة، وأكثر من ذلك يعني تطورات خطيرة في الضفة، وصباح دامي، 5 شهداء في جنين ونابلس وطوباس هذا الصباح. استيقظت الضفة بعد إعلان وزارة الصحة عن استشهاد 5 شبان في مناطق متفرقة. وزارة الصحة أعلنت عن وصول شهيد برصاص الاحتلال من قباطية إلى مستشفى جنين الحكومي قبل قليل دون أن تحدد هويته. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشاب مالك جميل الشرقاوي 26 عاما برصاصة في القلب أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر في نابلس. أيضا كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم واندلعت مواجهات عنيفة أصيب على إثرها شرقاوي ليعلن عن استشهاده لاحقا. وفي طوباس أعلنت وزارة الصحة أيضا استشهاد شاب من بلدة طمون وهو عدنان جهاد بني عودة البالغ من العمر 19 عاما واستشهد برصاصة في الرأس. قد مضيت اليوم دربي سالكا درب الكرام، أستقي عزي ومجدي منك يا نصل الحسام. قد مضيت اليوم دربي سالكا درب الكرام، أستقي عزي ومجدي منك يا نصل الحسام. قد حضنت الموت عشقا وارتحلت اليوم شوقا، ليتني ذو ألف نفس.
وفي أيضا جنين، وفي مخيم جنين استشهد شابان وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة بقصف جوي للاحتلال استهدف مسجد الأنصار في المخيم. إذن أصبح الاحتلال يستخدم آلية القصف في الضفة للمرة الثانية. إذن قصف جوي استهدف مسجد الأنصار في المخيم فجر هذا اليوم. كانت طائرات الاحتلال قد قصفت بعدة صواريخ المسجد، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخرين بجروح. أحد الشهداء وصل أشلاء نتيجة الانفجار الذي نجم عن القصف. طبعا شهدت الضفة فجر هذا اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال ودهارت اشتباكات مسلحة في العديد من المناطق. عشقا وارتحلت اليوم شوقا، ليتني ذو ألف نفس كلها لله ترقى. كفك في أمه دمعك وافرحي فاليوم عيد. لا تقولي مت إني في العلا حي سعيد. فاصبري يا أم بعدي وافكري من للشهيد. فاصبري يا أم بعدي وافكري من للشهيد. إنني يا أم ماض نحو جنات الخلود. إن دأب الحر دوما حين يمضي لا يعود. من يريد الخلد عيشا بالدماء حقا يجود. بالدماء حقا يجود. طيب لتوضيح الصورة أكثر ينضم لنا من جنين زميل الصحفي ليث جعار عبر الخط الهاتفي. ليث أهلا بك معنا، صباح الخير. صباح النور، حياكم الله. تحياتي لك. إذن خمسة شهداء هذا الصباح، اثنان منهم من جنين، شهيد أيضا في ثلاثة من جنين عفوا، شهيد من طوباس وشهيد من نابلس، الثالث طبعا من بلدة قباطية تم الإعلان عنه. ما هي الصورة الآن في جنين ليث؟ نعم، يعني حالة من الحداد التي تشهدها مدينة جنين في هذه الأثناء على واقع عملية الاحتلال العسكرية وعملية الاغتيال للشبان والمقاومين في الذين كانوا يتواجدون في احدى نقاط الاعداد، كما طبعا يتحدث الاعلام العبري منذ ليلة الامس. على واقع ذلك قوات الاحتلال قامت باستهداف المكان الذي يتواجد فيه الشبان بصاروخ موجه من قبل المسيرة، وما أدى إلى تدمير المنطقة بالكامل، تقطيع الشبان إلى أشلاء. هرع المواطنون على الفور للمنطقة، بدأوا بمحاولة انتشال أشلاء الشهداء، ومن ثم البدء للتعرف عليهم. حتى ساعات الصباح الأولى حتى تم التعرف على الشهداء الذين ارتقوا في هذه العملية. نعم، يعني القصف الجوي ليث وبدء الاحتلال استخدام هذه الآلية في اغتيال النشطاء والمقاومين في مخيم جنين، لم تعتد الضفة منذ وقت طويل على هذا الأسلوب من الاغتيالات واستخدام القصف الجوي. هل من تفسيرات أو يعني توضيح من قبل الاحتلال عما قام به من استخدام صواريخ لقصف المسجد، مسجد الأنصار في حالة الدمج؟ في الحقيقة الاحتلال لم يوضح أو يصرح بهذا المجال، لكن الأمور يعني باتت واضحة. الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية وجيش أو جيشه النظامي كله إلى قطاع غزة لعملية أو لمواجهة عملية طوفان الأقصى. فبالتالي من يتواجد في الضفة الغربية الآن من الجيش هم من الجيش الاحتياط، وهم يعني حقيقة أفشل من أن يقوموا بأي عملية
أو إنجازي على أتم وجه، وذلك يؤكد ما حدث في مخيم نور شمس قبل أيام، حيث اقتحم عشرات الآليات العسكرية مئات الجنود مخيم نور شمس، لكنهم فشلوا في الوصول إلى أقل أو عدد قليل من المقاومين داخل مخيم نور شمس، فما أدى ذلك إلى انسحابهم من المنطقة بعد يوم كامل. هذا يدلل على ضعف هذا الجيش الآن ومهزومية هذا الجيش، فبالتالي الاحتلال لا يريد دفع الثمن، لا يريد لجيشه الموت، يعني وخاصة أن الحدث في غزة كبير ولا أحد سيراقب. صحيح، هذه نقطة مهمة خطيرة، أنه استغلال الحدث في غزة من أجل استخدام هذه الأساليب في الضفة، سواء من تشديد الاقتحامات والاعتقالات أو حتى من استخدام الطائرات الحربية في قصف المنازل والمساجد. نعم، يعني كما أسلفت لك، يعني الأوضاع في غزة كما يتحدثون على أكمل وجه من الحدية الاحتلال، وفي هذا الأثناء العالم لم ولن ينتبه لما يجري من مجازر في الضفة الغربية المحتلة، فبالتالي الاحتلال يحاول من خلال ما يحدث في غزة التغطية على أعماله وإجرامه في الضفة الغربية. في مخيم نور شمس أيضا استخدم الطائرات المتفجرة، اليوم الاحتلال يعني يستخدم هذه الطائرات الحربية أو طائرات الاستطلاع التي تقصف والتي توجه الصواريخ نحو الشبان. الاحتلال لا يريد خسارة جيشه الاحتياطي ولضعف إمكانياته، فبالتالي الاحتلال لجأ إلى هذه الخطوة وهذا المسار لقتل المقاومين دون توجيه أي ضربة للاحتلال أو أي خسارة. نعم، بالعودة إلى الشهداء، هل ما زالت هوية شهداء جنين مجهولة يعني ليث حتى هذه اللحظة، مع العلم طبعا أن أحد الشهداء قد وصل أشلاء إلى المستشفى؟ في الحقيقة حتى ساعات الصباح الأولى والأوضاع يعني شبه معدومة للأخبار، كان هناك تضارب بالأنباء بعدد الشهداء، من هم، من الذين ارتقوا، لكن في ساعات الصباح الأولى تم حصر من تواجد في هذا المنزل وهم يعني شهيدين تم الإعلان عنهم في ساعات الصباح الأولى بشكل رسمي، وهناك حسب شهود العيان أيضا وما تم نقله هناك أيضا عدد من الإصابات، لكن بالدرجة الأولى تم التأكد من هم الشهداء ومن وهوياتهم وتم نقلهم مباشرة إلى المستشفى، يعني بانتظار الإعلان الرسمي من وزارة الصحة عن أسماءهم وهوياتهم. نعم يعني في هذه اللحظات ننتظر الإعلان الرسمي بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة عن أسماء الشهداء، وكذلك ننتظر بدء مراسم تشييع الشهداء، ويذكر أنه خلال يعني الساعة القادمة ستبدأ مراسم تشييع الشهداء في مدينة جنين إن شاء الله. إن شاء الله. انسحب الجيش بشكل كامل من المحافظة، من البلدات جميعها ليث؟ في الحقيقة الجيش لم يقتحم المدينة، لم يتم قبط هناك أو لم يكن هناك أي اقتحام، فقط هو استهداف طائرات. نعم، حتى شهيد قباطية ليث؟ شهيد قباطية على ما يبدو كان هناك اشتباك، يعني وحسب ما شاهدنا صباحا كان هناك اشتباكات ومحاولة للوصول إليه ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، لكن ما حدث ليلة أمس في جنين هو قصف جوي بدون دخول أو اقتحام من بردي. نعم،
إلى هنا نشكر الزميل الصحفي ليث إجعار. بالطبع زملائنا الصحفيين يقومون بالتغطية طيلة ساعات الليل، وبالتالي لأن كل هذه الاقتحامات والاعتقالات تجري من قبل قوات الاحتلال تبدأ منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم، وبالتالي هذا الأمر أصبح يومي منذ 7 أكتوبر. لكن كما تحدث زميلي وكما نقول مرة أخرى، الأخبار في الضفة ربما لا يتم التركيز عليها كما يجب، حيث أن الحدث الرئيسي والتركيز كله بالطبع يعني على الغارات التي تكثف ومتواصلة على قطاع غزة، لكن أيضا ما يجري في الضفة خطير للغاية، والاحتلال يبدو أنه يؤسس لحالة جديدة في الضفة، إما من خلال الاعتقالات الكبيرة والحملات التي يقوم بها بشكل يومي، يعني الأعداد من 60 إلى 100 تقريبا في كل ليلة، أو من خلال استخدام القصف الجوي اليوم لاغتيال ما أسماهم مطلوبين لديه. لذلك ما يحدث في الضفة خطير أيضا للغاية. وطبعا كالمعتاد هذه المشاهد يعني لم يعلق عليها أحد من المسؤولين اللي مش موجودين من 7 أكتوبر لليوم، لا نعرف لماذا، أين هم وأين اختفوا. وكأنه القصف الجوي للضفة أصبح عادي، أو أنه استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب وهذه الآلية في اغتيال من يسميهم مطلوبين أصبح أمر عادي. هذه مشاهد من قيام الدفاع المدني بإطفاء ما تبقى من المسجد عند قصفه ومحاولة إنقاذ المتواجدين بداخله. في نور شمس استخدم الاحتلال يعني آلية جديدة، والآن أيضا في مخيم جنين، وربما القادم أعظم، ربما القادم أعظم. ما يجري في غزة حصار مطبق بعد العدوان، يعني عدوان وحصار وتجويع وحرمان من مستلزمات طبية. ويتساءل أي مواطن في الدنيا، هل فعليا إذا دخلت القوافل والمساعدات التي تحتوي على أهم يعني مقومات العيش، وما بدهمش رفاهية، مقومات العيش حتى يستطيع الإنسان أن يبقى على قيد الحياة، فعليا ستقصفها؟ يعني لو جربت مصر تفتح المعبر وتدخل، هل ستقصف؟ أصبحت أسئلة كثيرة، يعني علامات استفهام كثيرة تطرح اليوم عما يجري مع أهلنا في قطاع غزة، من عدوان متواصل، من غارات مكثفة، والآن تجويع أيضا وحرمان من المواد والمستلزمات الطبية. سأبدأ بآخر الأخبار، طيران الاحتلال شن غارات شمال غرب مخيم انصيرات هذا الصباح. كان حسب وزارة الصحة ارتفع عدد الشهداء طبعا لهذا اليوم بعد استمرار الغارات الإسرائيلية المتواصلة على أهلنا في قطاع غزة، والمصادر الطبية تتحدث عن أكثر من 50 شهيدا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية فقط. هذا ما يتم الإعلان عنه، يعني عندما نقول 50 شهيد هذا ما يتم الإعلان عنه، لكن فعلياً
يعني العدد الحقيقي لم يظهر حتى هذه اللحظة، يعني المئات الذين هم تحت الأنقاض، لا يوجد بواجر، لا يوجد آليات في قطاع غزة من أجل انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. العشرات يدفنون وهم مجهولو الهوية، لأنهم إما معدومو الملامح، لا يوجد لهم ملامح من شدة القصف، وبالتالي لم يتم التعرف عليهم، أو أشلاء، أو لم يأتي أحد للسؤال عنهم، لأنه من المفترض أن يأتي للسؤال عنهم قد استشهدوا أيضا في القصف. ينتظر الأطباء والصحة في مستشفى الشفاء يومين ثلاثة إذا لم يأتي أحد، وقبل أن يعني أن تخرج رائحة من الجثة يقومون بدفن الشهداء. قصص مأساوية حقيقة لا يمكن لعقل البشر أن يتحملها من غزة، قصص مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، قصص تدمي القلب، لم نشاهدها حتى بالأفلام ولم نسمع عنها في السينما. عندما يقال بأنه كل مواطن الآن ينتظر بالساعات أمام دورات المياه من أجل استخدام الحمام، لأن دورات المياه أصبحت الدورة الواحدة أو الحمام الواحد أعزكم الله لأربعين أو خمسين مواطن، المرحاض الواحد خمس ساعات حتى يأتي دور ليستخدم هذا الحمام، رغيف خبز واحد لكل مواطن في اليوم فقط لأنه لا يوجد طعام، الماء لا يوجد ماء، هناك احتياجات خاصة للأطفال، هناك احتياجات خاصة للنساء، هناك احتياجات خاصة. منذ 15 يوما أغلبهم لم يستحم، منذ 15 اليوم، اليوم 16 لم يستحموا، لم يروا الماء، لم ينظفوا أجسادهم من الركام، من الغبار، من القصف. هذا أنا أتحدث هنا عن الأحياء، فما بالكم الأموات. قصص لا تشيب شعر الرأس، قصص تدمي القلوب والعيون. إذا أردنا أن نتحدث ونتعمق في الحياة للمواطن الغزي اليوم، للمواطن الفلسطيني في غزة، لا يمكن أن تتخيل نفسك يوما. أصبحنا نشعر عندما تشرب قهوتك وكأنك تخونهم، عندما تذهب إلى النوم كأنك تخونهم، عندما تتحدث، عندما تكون في مكان آمن بدون أصوات الزنانة والقصف كأنك تخونهم. الستة عشر يوما من هذا العذاب الذي يعانيه المواطن الفلسطيني، ومن هو المواطن الفلسطيني؟ الطفل، المرأة، الشيخ، المريض، من لديه أمراض مزمنة، من لديه أمراض خطيرة. تخيلوا حالة الناس هذه التي أصلا تعاني من الأمراض. وللآن كل دول العالم وعلى رأسهم من تسمي أنفسهم الدول العربية اللي اجتمعت في قمة بالأمس، لم تستطع للآن أن تدخل أكثر من 20 قافلة لا تساوي عشر، أقل بكثير من ما يحتاجه القطاع. كان القطاع في الأيام العادية قبل الحرب يدخل عبر معبر رفح من 450 إلى 500، من 450 إلى 500 شاحنة بشكل يومي. لكم أن تتخيلوا هذه العشرين قافلة اللي طنطنوا الدنيا عليها مبارح في المحطات والإذاعات والإعلام، ودخلت والمساعدات دخلت، ماذا ستكفي؟ أو لن تلبي جزء بسيط من الاحتياجات الضرورية لأهلنا في قطاع غزة. إذن الحرب هي أكثر من حرب، هي حرب بالقصف بالطائرات، وحرب بالتجويع، وحرب بالحرمان، يعني تجويع وحرمان، وأيضا قصف على المنازل وعلى رؤوس المواطنين. Thank you.
طبعا هذه المستجدات والأخبار والتطورات في قطاع غزة. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم لنا عبر الخط الهاتفي من غزة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إياد القرة. أستاذ إياد صباح الخير وكل الخير لكم وأهلا بك معنا. أستاذ إياد هل تسمعني؟ صباح الخير. صباح النور. أهلا بك معنا عبر شبكة وطن من رام الله. بالبداية نتمنى لكم كل الخير وأن تكونوا دائما بخير. يعني الغارات المتواصلة أستاذ إياد على أهلنا في قطاع غزة مع سياسة على ما يبدو التجويع والحرمان من وبالتالي 16 يوما من العدوان لم تدخل أي مساعدات إلا 20 قافلة لا تكفي لأي شيء رغم الإضاءة الإعلامية الكبيرة التي تمت عليها بالأمس بأنه تم إدخال مساعدات وعشرين قافلة إلى القطاع. هل لك أن توضح لنا هذه النقطة إذا سمحت بالتحديد؟ أسأل الله أوقاتكم. واضح أنه حتى الآن رغم الضغط الدولي الكبير فيما يتعلق بإدخال المساعدات هي لا ترتقي لما يمكن أن نسميه الاحتياج اليومي، لا يتجاوز 3% من الاحتياج اليوم وفق الأرقام. حتى اليوم بالأمس كان هناك 20 شاحنة، اليوم 17 شاحنة. هذا يدلل على أنه لازال هناك حاجة ملحة لتقديم العون الصحي والإغاثي لقطاع غزة. واقع طبعا نحن نعيش واقع مرير خاصة مع مرور 16 يوم تقريبا، فواقع صعب جدا. يعني الحدث على المستوى اليومي والمعيشي ظروف قاسيه يعيشها المواطنين خاصه في مراكز الايواء. نتحدث عن عشرات الالاف من المواطنين في مراكز الايواء لا يقدم لهم شيء اطلاقا، المياه غير صالحه للشرب، مياه الاستخدام الادمي غير موجوده الا باستخدام الاواني المتنقله. الخبز عمليا نتحدث عن ما يقدم في يوم في اليوم الواحد رغيف للرجل ونصف رغيف للطفل. هذه السياسه طبعا هي بهدف الضغط الكبير يمارسه الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين للانتفاضة حول المقاومه ومعاقبتهم على ما جرى في يوم 7 اكتوبر، لانه سياسه الاحتلال الاسرائيلي هي لم تتغير، هي مثلا على مدى 13 عاما موجود، لكن اليوم أصبحت بشكل واضح ومباشر على المواطنين. يضاف إلى ذلك الوضع المأساوي الصحي المترتب على عمليات القصف وهدم المنازل. نحن كل دقيقة تقريبا يتم هدم نفس منزل على ساكنيه. تقريبا كل الغارات التي تشهد قطاع غزة، إما غارات على بيوت للمواطنين وهم فيها، بالكاد يكون منزل من كل 20 غارة يكون منزل مخلى. الجانب الثاني اللي هي تسمى بالأحزمة النارية، وهي سياسة تبع الاحتلال الإسرائيلي ينسف فيها المناطق الأحياء السكنية بالتتابع، مثل ما حدث في مدينة الزهرة 25 عمارة سكنية أو برج سكني تم إبادتهم بالكامل من أصل 50 في منطقة الزيتون الليلة. سن الاحتلال الإسرائيلي حزام ناري في وسط منطقة سكنية مكتظة تضم 150 ألف مواطن في حي الزيتون، وأيضا حي الرمال المعروف والأكثر شهرة. كل هذه السياسة الصيف تريد من خلالها أن ترد على الهزيمة التي بنيت فيها في يوم 7 اكتوبر. هذه الأجواء يعني طبعا نتحدث عن أعداد الشهداء، أنتم متابعون لأعداد الشهداء والجرحى. بالكاد تتوقف سيارات الإسعاف في الوصول إلى المستشفيات. بالضبط، الوضع الإنساني خطير جدا في قطاع غزة. يعني الدفاع المدني يتحدث أنه لا يوجد آليات ولا بواقر من أجل انتشال مئات الشهداء الذين لازالوا تحت الأنقاض. بالنسبة للمياه، بالنسبة للطعام، بالنسبة لكل ما ذكرت، هو مأساوي للغاية. دعنا نسأل هذا السؤال أستاذ إياد. مصر تمكنت من إدخال 20 قافلة، لكن هل فعليا لم يستطع أحد الضغط على الاحتلال من أجل إدخال قوافل أو حتى وقف النار؟ يعني بالنسبة اليوم للمواطن الغزي رغم انقطاع كل هاي الموارد الأساسية، وقف النار هو أهم من إدخال المساعدات اليوم. يعني هدنة إنسانية لساعات يتوقف من خلالها الغارات أهم، لكن أيضا إدخال مساعدات هو مهم. هل فعليا إذا دخلت هذه القوافل سيتم قصفها من قبل الاحتلال؟
بالواقع لم يتم قصفها بالأمس، لم يحدث الاعتبارات لها علاقة بالاتفاق اللي تم الحديث عنه، لكن هي مثلت بارقة تساعد تساهم في وجود أجواء يمكن أن يبنى عليها، لكن قيمتها عمليا صفر فيما يتعلق بتغيير الواقع الإنساني في قطاع غزة، ما لم يحدث تغيير كبير على العدد وعلى النوعية المرتبطة بالاحتياج الحقيقي للمواطنين في غزة والمستشفيات. نحن نتحدث عن واقع تخيل كارثي، يعني كلمة كارثي قد تكون متواضعة أمام واقع نحن نعيشه ونشاهد المواطنين في مراكز الإيواء والمستشفيات والمراكز التي تم تخصيصها لا يقدم لهم شيء، إضافة إلى أن المواطنين في المناطق الأخرى التي سواء الذين نزحوا لها أو الذين لا زالوا في بيوتهم عمليا لا يتوفر لهم أي شيء. ونحن نفاد الوقود عامل مهم عمليا، نتحدث عن نفاد للوقود إلا ما يتعلق باحتياج وزارة الصحة بشكل أساسي لتشغيل المستشفيات. كل هذا اليوم أصبح واقع جدا، لكن هذا التغيير يحتاج إلى جهد كبير. يعني صحيح المواطن بغزة مش كثير مهتم، يمكن يوصل لمرحلة يقول بشكل واضح يا وحدنا عمليا. نعم. الواقع للأسف مؤلم ومؤسف. معلش يعني بعرف إذا عندكم مسموعة ولها حضور، المواطن تفضل. بدأ يتسلل له السؤال الكبير، أين العرب؟ ويمكن في جزء منه يقول لك أين الفلسطينيين أصلا، لأنه معلش سامحوني على الكلمة يعني حتى الضفة الغربية لم ترتقي إلى 1% مما يحدث في قطاع غزة بهذا، معلش يعني سامحوني على هذا العتاب لكن هذا حقيقة وواقع. أين الضفة الغربية؟ أين شباب الضفة الغربية؟ أين الجماهير في الضفة الغربية؟ حينما تحدث عن هذه الملايين ماذا تفعل؟ ولا شيء، معلش سامحوني على هالكلمة. لا مش مطلوب منه يقدم مساعدات، مش مطلوب منه، لكن مطلوب انه يشغل الاحتلال الإسرائيلي بشكل او باخر، مش مطلوب منه يستشهد، مش مطلوب منه يعمل عملية. هو ايضا يجب ان ننوه لشيء استاذ ايان، انت كل الحق معك في هذا التساؤل. لا بالعكس، نحن منبر مفتوح وساعطيك حرية الكلام، بالعكس انت ما تطرح من أسئلة مشروعة للغاية، لكن أنا أود أن أوضح نقطة. ما يجري في الضفة اليوم منذ 7 أكتوبر، يعني ما يجري في الضفة أيضا لا يتم تسليط الضوء عليه. في كل يوم يعني كتيبة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحامات دائمة في الضفة، اعتقالات بالجملة من 60 إلى 100 من المعتقلين في كل ليلة في الضفة. اليوم استخدموا في جنين لأول مرة قصف جوي من طائرات حربية، اغتالوا مقاومين داخل مسجد، وهذه سابقة خطيرة. يعني أيضا ما يجري في الضفة خطير للغاية، الاحتلال يشدد من قبضته بشكل غير مسبوق على الضفة الغربية، هذا يجب أن ننوه له أيضا أستاذ إياد. ممتاز، لكن متابع أنا وأعرف ما حدث جيدا، لكن أيضا الحراك الشعبي العام يحتاج إلى تغيير. لديك محافظات كاملة لا أريد أن أسمي، لكن لم نسمع لها صوت، عفوا مظاهرات لا ترتقي الى الاعداد المناسبه. مش مطلوب منه ان يوقد شمعه يحترقوا اطفال غزه، بس على الاقل الاهل يشوفوا انه في شمعه تشعل في مكان معين. بفهم كل الاعتقالات ومتابعين، وبنعرف انه الاحتلال الاسرائيلي يذهب يعتقل الاكثر نشاطا والاكثر فعاليه والاكثر حضورا والاكثر متابعه، لكن نحن نتحدث عن ملايين الاشخاص. هذا العتاب معلش سامحيني هو عتاب ينطبق على بعض الدول العربيه، ينطبق على شيء، لكن وبعرف انه كمان هذا الجانب اليوم يعني سامحيني، المواطن بغزه اليوم لديه المشكلات المرتبطه بالواقع اليومي. نحن نتحدث مشاهد اعذريني لا يمكن تتخيلوها، لا يمكن. شاهدنا قبل قليل الطوابير على الخبز استاذ اياد. انا اعلامي، صدقيني الاعلام لا ينقل 3% مما يحدث في الواقع. صحيح. انت يعني انا لو وصفت لك من خلال 16 يوم مشاهد شاهدتها بعيني يكاد القلب ان ينفطر. يا ريت توصف لنا، يا ريت توصف لنا كل ما ينقل الاعلام، صدقيني لا ينقل 3% من الواقع الذي يعني. اوصف لنا بعض هذه المشاكل، ومع ذلك تسمحي لي، ومع ذلك لا تسمعي مواطن واحد انا موجود بين الناس يقول لك انه والله انا ضد المقاومه، ولا يقول لك والله انا انه انا ضد اللي ما حدث. بالعكس تماما، انا عايش كل الحروب وكنا موجودين مع الناس في المرات الماضيه، كان يحدث ضجر احيانا في بعض الأمور، لكن هذه المرة لم يحدث ضجر إطلاقاً. طب صف لنا بعض هذه المشاهد إذا سمحت أستاذ إياد. أنا أصف لك آخر مشهد. شاب من عائلة الأطفال
بيعمل في مستشفى ناصر. فجر هذا اليوم غارت طائرات الاحتلال على منزله، قتلت زوجته وأطفاله الخمسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نموذج. نعم. وهناك 10 أشخاص آخرين تحت الأنقاض، لا زالوا منذ ساعات الصباح يحاول إخراجهم تحت الأنقاض، لا يعرف موجود. هذا نموذج. أنا شاهدت أم من 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 الأقارب كانت هي تجلس هي في جدار المركز الإيوائي وزوجها وأبنائها مثل الوردة كما يقال. في ثواني البنت 15 سنة والولد 8 سنوات لم يعد موجود، استشهد في لحظتها. نماذج سبعة أطفال بالأمس في مركز أحد المدارس بجوارها في لحظة واحدة استشهد. شاهدت أم وهي تنقل أبنائها الثلاثة في سيارة لأنه عدم توفر سيارات لنقل الموتى في مثل هذه الحالات لخطورة التنقل، تحملهم سيارة مدنية والله يسهل عليكم يا نعم. هذا نماذج يعني لا تتخيلي، هذا نموذج كل لحظة. نعم. بالأمس كفي شباب بيجلسوا في مكان لأنه على الأقل موجود فيه حمام يقبل فيه الحاجة، قد تم قصفهم واستشهدوا 11 شاب منهم 2 إخوة ومنهم شباب شاهدنا أمهاتهم في لحظة. وأنا بقول لك نص عائلات غزة اليوم في حالة التشتيت الحالي بوزع أطفاله، وفي جزء بقول لك لا والله إذا أنا متت أنا وياهم مع بعض. أنا زميل إلنا استشهدت زوجته ووالدة زوجته وأبنائه الخمسة، بقي واحد ابنه الصغير بقول والله يا ريتني مت معهم. وبيبكي لأنه هو راح يطلع يشتري لهم غرض أو طلع راح يصلي بالمسجد أو في المكان وإجا روح على البيت، كان البيت عمليا منهار. نعم. في أكثر من هيك هنا ما ممكن أن أسرد لك قصص أنا عشتها وشاهدتها، قصص مؤلمة، قصص مؤلمة ومأساوية وواقع كل يوم يعيشه بفعلا. لا الكاميرا ولا الصورة ولا الصوت ممكن أن يصف هول المشهد في غزة، وكما قلت ما يصلنا هو ربما 5% فقط من مجمل ما يحدث. نعم للأسف يعني هذا واقع، يعني في حالات يعني الأم تتبنى فقط أن ترى وجه ابنها وهو بالحقيقة مجموعة من الأشلاء. نعم. يتم إحضارهم بأكياس نايلون. تتمنى أنه يشاهد ابنها. مش أحكي عن مسعفين وأطباء، بالأمس أحد المسعفين ذهب ليسعف من تم قصفهم بعد ما انتهى من الإسعاف، وجد أنه أبوه من قصف في من استشهد ضمن الشباب، وهم كلهم مدنيين بالمناسبة. وبالمناسبة كل الاستهدافات بنسبة قد تتجاوز 98% 99% هم مدنيين. طبعا هذه يعني معلومة حقيقية فعلية بالأرقام بالأسماء موجودة. يعني المؤسسات الأوروبية تقول يعني المؤسسات الحقوقية تقول 83% من إجمالي الضحايا هم من المدنيين، ربما نسبة أكبر، ربما نسبة أكثر من ذلك. أنا نعم. خلال المتابعة ما فيش، أنا عمليا بكون موجود يعني كله أمام الكاميرات، كل من نراه إحنا نساء وأطفال، يعني نساء وأطفال بالعلن بس مباشر، أنت شاهد كل وسائل أنت بس مباشر، ما في أي ما مشهد عسكري أو أو مقاومة. نعم. لأن الاحتلال الإسرائيلي هو تبع سياسة تكبيد الناس خسائر بأي شكل من الأشكال. وحتى لا يفوت، نحن نقدر أنه اليوم مثلا جنين تتعرض لنفس الشيء وهذا تطور. نعم. مهم، لكن هذا الحراك مهم، يجب أن يدرك الاحتلال، يجب أن يشغل الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه بأي شكل وبآخر. وعلى الصعيد يمكن الجانب السياسي ندرك جميعا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسيطر على غلاف قطاع غزة، وهذا واقع حقيقي وفعلي. هو لا يتحرك بالطريقة التي هو أرادها، وحتى الآن كل الحشودات العسكرية على بعد 4 أو 5 كيلو من حدود قطاع غزة، وكل هذه الاعتبارات اليوم هي حاضرة عند المواطن الفلسطيني. لذلك هو يلجأ إلى هذه السياسة، سياسة قتل المواطنين وسياسة الحزام الناسف وهدم المرأة السكنية. أنا شاهدت ما بثت وسائل الإعلام حول ما حدث في أحياء مثل أحياء حي الرمال، الحي الأكثر الاقتصادي أو الحي الأكثر رقيا من حيث المكان كحي رمال متعارف عليه، لكن ما شاهدته بأم عيني لم تعكس الكاميرا حقيقة الواقع. يا الله. وأنا أتحدث ما قبل 10 أيام شاهدته أنا بأم عيني مباشرة. لا يعكس حقيقة أحياء كاملة تم إبادتها بشكل كامل، لم يبقى مسحت بشكل كامل. صحيح مسحت بشكل كامل. يعني مهما نتحدث كما قلت أستاذ إياد، يبقى الواقع أشد بكثير من الكلمة والصورة وكل شيء. فعلا شكرا جزيلا لك الأستاذ إياد. سامحوني يعني. بالعكس شكرا جزيلا لك الأستاذ إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة. شكرا. We'll be right back.
أخي جاوز الظالمون المدى. يعني نتوقف عند فاصل قصير ثم بعدها نعود لمتابعة هذه التغطية، تفضلوا بالبقاء معنا. رأس الساعة برعاية جوال وبالتل. الساعة الآن 10:00 بتوقيت القدس. أخبار وطن في دقيقتين على رأس كل ساعة من 8:00 صباحا حتى 8:00 مساء. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. موجز لأهم الأنباء من شبكة وطن الإعلامية تقدمه لكم هدي الأبوزيني، أهلا بكم. متواصلون وإياكم متابعينا الكرام عبر شبكة وطن الإعلامية في تغطية لأهم الأحداث والمستجدات الميدانية لعملية طوفان الأقصى في يومها 16. 7 شهداء و45 جريحا في قصف احتلالي على منزل بجوار مركز إيواء في خان يونس. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر برجاً في حي النصر غرب مدينة غزة. عمليات استهداف المدنيين والتدمير الممنهجة للمنازل والمباني السكنية التي يعمد الاحتلال على تدميرها فوق رؤوس ساكنيها أدت لنزوح نحو 60% من إجمالي سكان قطاع غزة عن منازلهم. وزارة الصحة في الضفة الغربية تفيد بوصول شهيد برصاص الاحتلال من بلدة قباطية إلى مستشفى جنين الحكومية، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء ومنذ 7 أكتوبر إلى 90 شهيدا. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم. جيش الاحتلال يقرر إخلاء 14 مستوطنة إضافية شمال فلسطين المحتلة. وزارة الصحة التابعة للاحتلال تعلن ارتفاع عدد المصابين منذ 7 أكتوبر إلى 5132، من بينهم 47 حالة خطيرة. وكالة الأنباء السورية رسمية تفيد باستشهاد عامل وإصابة آخر بقصف إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب. أختم وإياكم بحسب موقع ولا العبرية، جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 730 مواطنا من الضفة الغربية منذ بداية المعركة مع غزة، من بينهم 230 ناشطا من حماس. أختم وإياكم إذن هذا الموجز، المزيد على وطن دوت نت، في أمان الله. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. وطن اف ام 99.2. سيفنا والقلم كلنا للوطن، كلنا للوطن، كلنا للوطن. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب، يوم عن يوم ثقتكو فينا بتعلى. مشينا معكو الدرب، تحدينا كل الصعب، كبرنا
فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير دجاج عزيزة حكاية إبداع وتطوير وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير دجاج عزيزة حكاية إبداع وتطوير يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي صحي ولذيذ تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة جوائزنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوها جوائزنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوها يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير توفير 22 حلمك صار بالإيد توفير 22 ربحك مش بعيد توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت افتح حساب توفير $100 أو أكثر أو غدي حسابك الحالي لا تدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى للمزيد www.islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار حبيت كيف وانا قاعد في البيت سرعة وطاير وعليت والنت مكفينا مكفينا وشو صار مش طالع انا بالدار الفايبر سرعته نار انا والعيل باجواء السرعة جلينا ويلا نعيش مع بلد الجيجا فايبر يلا نعيش على السرعة اجواء السرعة بتفرق مع بلد الجيجا فايبر في البيت عيش اعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع باتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي للاشتراك زوروا أحد معارض باتل وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199 خاضع للإمكانية الفنية أهلا بكم من جديد تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين معنا عبر هذه التغطية الخاصة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غزة الصامدة غزة الأمل 83% من ضحايا أو إجمالي ضحايا العدوان على قطاع غزة هم من المدنيين بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان منهم 39% أطفال
هذه النسبة طبعا حتى هذه اللحظة لأكثر من 4200 شهيد ارتقوا خلال القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة على قطاع غزة. ليس هذا فقط، أيضا نتابع معكم اليوم تحذيرات من الخطر أيضا على حياة الأسرى المرضى بسبب منع علاجهم، هذا ما حذر منه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. سلطات الاحتلال تمنع العلاج عن الأسرى المرضى وخاصة بعد العدوان على قطاع غزة منذ 7 من الشهر الجاري. نتحدث بمزيد من التفاصيل. أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات. صباح الخير وأهلا بك أستاذ حلمي. صباح الخير أخت ريم، صباح الخير للوطن، صباح الخير لغزة الصامدة. نعم، ربما تحدثنا أنا وأنت كثيرا أستاذ حلمي في كثير من القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات وما إلى ذلك، لكن لأول مرة فعليا هول المشهد وحجم المشهد حقيقة يعني لم يعد بالإمكان الحديث عنه من كم المعلومات ومن كم ما يحدث داخل قطاع غزة واليوم في الضفة وداخل السجون أيضا. هي حالة ممتدة بدأت في غزة وامتدت أيضا إلى الضفة وامتدت إلى أسرانا داخل السجون اللي أصلا ينكل بهم. آخر إحصائية لوزارة الصحة اليوم هي 4200 شهيد تقريبا وأكثر من 15,000 جريح في قطاع غزة، لكن الوزارة والدفاع المدني أيضا يقولون بأن ما زال هناك المئات تحت الأنقاض لأن الآليات التي تستخدم لم تعد تحتمل يعني انتشال الجثامين أو ليس لديها الإمكانيات المتوفرة. نتحدث عن حقوق معدومة، عن وضع إنساني مأساوي، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء إلا كم سويعات، لا يوجد أيضا احتياجات ضرورية من المواد الطبية اللازمة لعلاج المرضى، المستشفيات استنفذت جميع قدرتها. يعني نسأل دائما كيف لهذا العالم أن ينظر إلى هذا الوضع الإنساني المأساوي وأن جل الضحايا هم من المدنيين. نعم، ذلك أن هذا الاحتلال وهذه الحكومة الفاشية والحكومات المتعاقبة بالتراكم موقفهم المعلن وليس هذا عبارة عن تحليل هو تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال مزيد من القوة العسكرية الغاشمة. هذا ما حصل ما قبل معركة العبور وخلال العام 22 وخلال الأعوام السابقة، والعقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا وخاصة في قطاع غزة والحصار الدائم منذ العام 2007 إلى الآن، ما يجري الآن هو ذروة هذا الحصار وذروة هذه العقوبات الجماعية وذروة انتهاكات حقوق الإنسان. متذرعا هذا الاحتلال بما حصل ومتغطيا بهذا الدعم الأمريكي المطلق الشريك في هذا العدوان على شعبنا وكذلك الدول الأوروبية الرئيسية، ويعتقد هذا الاحتلال أنه أطلقت له يد العنان بأن يفعل ويحسم ما كان غير قادر على فعله. وما تعرض له هذا الاحتلال من هزيمة وهزيمة نكراء دفعته إلى مزيد من القتل والعقوبات الجماعية وأن يفعل ما لم يتخيله بشر ولا في حرب من بضوء الحروب بضوء أخضر من العالم بقرار أمريكي. بقرار أمريكي، وهذا واضح للعيان. من يقود العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة هو بايدن شخصيا والإدارة الأمريكية ووزير الدفاع ورؤساء الدول الأوروبية الأربع
الذين أعلنوا انحيازهم ومشاركتهم بهذه الحرب. عندما يتم حماية هذا الاحتلال ودعمه سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وماليا، ويحضروا إلى هنا ليشاركوا في اجتماع الكابينت المصغر الإسرائيلي، إذن كلهم شركاء في العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة ذو مساحة 365 كيلو متر مربع على 2,200,000 إنسان يقاوموا كل هذا الاستعمار الغربي. ولذلك هنا نرى هول الجريمة لمن يريد ويعتقد أنه بذلك ربما يحسم المعركة وينفذ إرادة الغرب لكي تأخذ إسرائيل مساحتها في السيطرة على المنطقة العربية وعلى منطقة الشرق الأوسط، لخلق شرق أوسط جديد تحت الهيمنة الأمريكية الكاملة. صحيح. طب أين الدول التي تتغنى بالحقوق اليوم؟ المدنيين هم من يدفعون الثمن من النساء والأطفال، أكثر من 700 طفل مفقود في قطاع غزة بحسب الأرقام والإحصائيات، النساء أيضا هم القسم الأكبر من الشهداء. أين الدول التي تتغنى بالحقوق؟ إذا أردنا أن نجنب كل شيء ونتحدث عن المدنيين من الأطفال والنساء. هذه الدول تتحمل مسؤولية كاملة، وكما أشرت هي شريكة في العدوان وحرب الإبادة، وكذلك الأمم المتحدة تفعل ذات الشيء، وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة الصامت الذي لا يحرك ساكنا. ولكن دعيني أؤكد أن هذه معركة تقرير المصير للشعب الفلسطيني، خاضها ويخوضها بنفسه بإمكانياته الذاتي. ولذلك هو أوجع هذا الاحتلال وأوجع هذه الدول الغربية التي لم تكن تعتقد يوما وهي تحاصر الشعب الفلسطيني أنه قادر للدفاع عن نفسه، ليفاجئ كل العالم بما في ذلك الإدارة الأمريكية. وهو في سياق ذلك مستعد لدفع الثمن مهما بلغت التضحيات، والتي يعني نعم تختلف كليا ونوعيا عن الحروب السابقة، ولكن غزة دمرت في أكثر من حرب وأكثر من عدوان، واستشهد الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت مئات آلاف المباني. اليوم يكثف الاحتلال حروب الخمس السابقة شيء بهذه الحرب صحيح. ظن منه أنه يستطيع أن يحسم هذه المعركة، وهو يضلل المجتمع الدولي الآن، ويمارس سياسة الأرض المحروقة على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، ويتذرع ويوعز بالحرب البرية ويتردد في تنفيذها. ولكن دعيني أقول لا فرق بين حرب برية أو بحرية أو جوية. ما أحدثه الجو يعني لم يترك شيء للبر معلنة حتى يعني لا تنطوي هذه الخدعة على أحد. طيب أستاذ يعني حلمي، حذرتم مما يجري داخل السجون للأسرى، يمكن في ظل الأحداث كلها لا نريد أن نقول أننا همشنا قضية الأسرى، ولكن لم يكن نعطيهم هناك الوقت الكافي لتسليط الضوء على قضاياهم، وهذا الأمر أدى إلى استغلال الأحداث والتنكيل بهم كما ذكرتم في المركز. يعني ما الذي يجري مع الأسرى المرضى؟ هل فعلا ينكل بهم؟ هل فعلا لا ينقلون إلى المستشفيات والعيادات؟ يعني لنضع يعني صورة الوضع، نتحدث عن صورة الوضع يعني أكثر. هذه حقيقة وهي حقيقة مستمرة منذ حكومة لابيد في أيلول الماضي. من العام الماضي جهزت الحركة الأسيري نفسها وأعلنت عن الشروع بالإضراب الاستراتيجي المفتوح عن الطعام دفاعا عن حقوقها ومكانتها ودورها. وهكذا فعلت حكومة نتنياهو في آذار رمضان الماضي، وشرعت فعليا قيادة الحركة الأسيرة بالإضراب إلى أن تراجعت هذه الحكومة
عن التنكيل بالأسرى وفرض العقوبات الجماعية عليها. وأيضا عندما أعلن بن غفير زيارة واحدة في الشهرين قررت الحركة الأسيرية الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام، وتراجعت هذه الحكومة بقرار لأنها تدرك وحدة الحركة الأسيرية ووحدة الشعب الفلسطيني ومكانة الحركة الأسيرية في النضال الوطني الفلسطيني. إذن هذه المحاولات هي مستمرة للتنكيل بالحركة الأسيرية وإخضاعها وكسر إرادتها. لتقدم حكومة الاحتلال الآن ودولة الاحتلال على ما كان صعبا عليها أو غير قادر على تنفيذه من خلال يعني تغطية الحرب والعدوان، ونفذت يعني كل هذه السياسة التي أشرنا إليها في تقريرنا في مركز الدفاع عن الحريات. أولا هذه الحكومة والكنيسة الإسرائيلي أعلنوا حالة الطوارئ على الحركة الأسيرية، بمعنى لا حقوق لكم حتى حقكم الطبيعي في النوم، والمساحة المحددة 3.5 متر لكل أسير الآن لا متر ولا مترين ولا 3.5 ولا شيء، لا أغطية ولا فرشات، نوم يعني على الأرض. الإجراءات التي كانت تود أن تنفذها قبل الحرب تنفذها اليوم الآن. نعم. تنفذها الآن أسرة إلى آخره. العقوبات الجماعية المعلنة، قطع المياه والكهرباء وسحب الأدوات الكهربائية خاصة التلفزيون. فعليا هذا في كل الأقسام؟ نعم. يعني لا ننسى أن النصر الذي تحقق في معركة العبور في 7 أكتوبر أيضا أخذ معه أعداد كبيرة من الأسرى من جيش الاحتلال، وبالتالي هذا انتصار أيضا للحركة الأسيرة التي تدرك جيدا أن يعني يوم حريتها قد أصبح قاب قوسين أو أدنى عندما فلا يريدون يتوقف أن يعيشوا العدوان. هذه الحالة هم فصار يعني أصبح الحقد على الأسرى أكثر. والانتقام منهم وهم على أبواب الحرية أكثر فأكثر. فالسياسة التي تتبع الآن والسلوك الذي ينتهج الآن مع كل مواطن فلسطيني فما بالك بداخل الأسر هي سياسة انتقامية تعبر عن فاشية غير مسبوقة كانت يعني مكبوتة الآن خرجت من كمكمها لتعتدي على كل ما هو فلسطيني. نعم. منع حرية الكلمة حتى لفلسطيني الداخل عام 48 صحيح. والقدس إجراءات غير مسبوقة على الحركة الأسيرة، منع العلاج، إعلان قانون يمنع علاج الأسرى، وحتى إذا تم علاجهم يجب أن يدفعوا تكلفة هذا العلاج. هذا الحصار المضروب الآن على كل الحركة الأسيرة بما في ذلك حرمان زيارات الأهل وزيارات المحامين، ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين، الارتفاع يعني خيالي بعدد الحركة الأسيرة، وهذا يعني كله يجري ضمن قرار سياسي. نعم يعني هذا بقرار سياسي في محاولة لقمع الشعب وتخويفه وترهيبه والانتقام من الحركة الأسيرة التي يعني تدرك جيدا ما يجري وتعرف كيف تدافع وتحافظ على نفسها، ولكن الخطر داهم. ولذلك نحن طالبنا الصليب الأحمر ونطالب يعني هنا بأن يتحمل مسؤولياته بشكل يختلف كليا ونوعيا عن السابق منذ مهمته الأولى في البدايات عام 1967. نعم. لأنه الوضع خطير جدا، أصبح هناك خطر ليس فقط على حقوق الأسرى وحريتهم إنما أيضا على حياتهم. ولذلك نحن نطالب أيضا بتوفير الحماية للحركة الأسيرة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وفي المقدمة الصليب الأحمر الدولي. طيب هناك أيضا نقطة أستاذ حلمي، بأنه في كل يوم العشرات من المعتقلين، حجم المعتقلين منذ 7 أكتوبر تقريبا 1200 معتقل من مختلف أنحاء الضفة، أيضا هذا
ماذا يشكل في الحالة في حالة حياة الأسرى بشكل عام والمعتقلات؟ يعني نحن نتحدث عن حملة غير مسبوقة من الاعتقالات في كل أرجاء الضفة في كل ليلة منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم، تكثيف بشكل غير طبيعي. أي أن الحرب المفتوحة على أهلنا في قطاع غزة هي معلنة ومفتوحة على شعبنا في كل أماكن تواجده بما في ذلك الضفة الفلسطينية. هي حرب على الأهل، تخويفهم، إرهابهم، قتل أبنائهم، اعتقال هؤلاء الأبناء من خلال عمليات تنكيل واقتحامات واسعة النطاق، وبالتالي زيادة معاناة الحركة الأسيرية وزيادة أعداد المعتقلين وتفاقم معاناتهم داخل الأسر، لأنه عمليات الاعتقال لا تجري بالحد الأدنى كما كانت تجري بالسابق في ظل هذه الفاشية التي يعني يتصرف بها جنود الاحتلال وحكومة الاحتلال في غياب أي محاسبة أو أي رقابة على سلوك وتصرفات جنود والأغلب الاحتلال. كل هذه الاعتقالات ستذهب إلى الاعتقال الإداري، يعني حتى أن سياسة الاعتقال الإداري الآن ترسخ داخل السجون، هي مستمرة ومتواصلة طبعا كانت قبل هذه الحرب، ولكن وكان هناك العديد من الأسرى الذين خاضوا معارك للإضراب المفتوح عن الطعام ضد هذه السياسة، اليوم سيترسخ كل هذا الأمر. يعني نصف هؤلاء المعتقلين تقريبا حولوا إلى الاعتقال الإداري وهذه جريمة حرب بحد ذاتها. الاعتقال الإداري هو جريمة حرب لأنه تنتفي في معايير محاكمة. من سيكترث اليوم للأسرى أستاذ حلمي والعالم كله اليوم يعني تتجه الأنظار إلى طبعا ما يحدث في غزة، اليوم من سيكترث لما يجري داخل السجون؟ ولذلك المعركة اليوم هي معركة كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، معركة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لا فرق بين فصيل وآخر، لأن المستهدف هو الشعب والقضية الفلسطيني. والشعب كما يدافع عن نفسه ويدفع يعني كل هذه الأثمان الباهظة من الشهداء والجرحى والمباني أيضا يعرف كيف يدافع عن نفسه في كل الساحات وكل المجالات، وفي المقدمة حماية الحركة الأسيري التي هي الأخرى أيضا تعرف كيف تدافع عن نفسها في وجه هذا المحتل وفي وجه هذه الفاشية غير المسبوقة. إذن هذا تحذير مهم من قبلكم كمركز أيضا حول ما يجري داخل السجون من تنكيل، وخاصة مع الأسرى المرضى في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. نعم، نحن نحذر لكل ما يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، ونطالب الصليب الأحمر بتوفير الحماية الدولية لهم، وأيضا نحذر بأن هناك خطر وتنكيل في صفوف الحركة الأسيري في كافة السجون التي أصبحت يعني مغلقة بالكامل، وينسحب ذلك على أهلنا وشعبنا في كافة أماكن تواجده، خاصة في الضفة الفلسطينية التي أعلن الاحتلال الحرب عليها. صحيح. ويستخدم الطائرات في قصف المساجد ويقتل الأطفال والنساء والمدنيين يعني من قبل جيش الاحتلال، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ 7 من أكتوبر إلى الآن إلى ما يزيد عن 90 شهيداً. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات، شكرا لحضورك اليوم معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا، صباح الخير. أهلا بك. متابعينا ومشاهدينا فاصل قصير ونعود للتغطية، تفضلوا بالبقاء معنا. شكرا. حاصروا داري، ضيقوا للعيش، أججوا ناري واعتقلني الجيش. حاصروا داري، ضيقوا للعيش، أججوا ناري واعتقلني الجيش. ودموع وصراخ ضج فيه البيت، أرجع الغالي علينا وارحلوا لنعيش. سنقاومهم، ليس لدينا حل، لن نصافحهم.
معاه صرت في دربي واكتم الوجع. طيب في آخر التطورات والأخبار إذن معكم في هذه التغطية وآخر المستجدات، المنظومة الصحية في غزة فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازمة أو الوقود اللازم لتشغيلها. إذن تم الإعلان أن المنظومة الصحية في غزة فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها. نذكر أنه بالأمس تم التحذير من قبل وزارة الصحة بضرورة إدخال الوقود عبر معبر رفح من أجل تشغيل المنظومة الصحية، لأن الوقود هو المادة الأساسية اللازمة لتشغيل كل شيء في المستشفيات. للأسف يتم الإعلان الآن بأن المنظومة الصحية في غزة فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أعلن أن مستشفيات القطاع تستقبل كل ساعة نحو 50 شخصا بين شهيد وجريح أغلبهم نساء وأطفال. إذن في كل ساعة هناك 50 شخص بين شهيد وجريح أغلبهم من النساء. منذ مساء الأمس أعلنت وزارة الصحة أيضا أن هناك 114 شهيدا و 534 مصابا في قطاع غزة. هذه الحصيلة 114 شهيد هي فقط منذ مساء الأمس. المكتب الإعلامي الحكومي أيضا يقول العدوان يستهدف تجمعات المواطنين خصوصا في الأسواق والمخابز ما أوقع عشرات الشهداء. إذن هناك استهداف لتجمعات المواطنين في غزة وتحديدا المتواجدين في الأسواق وفي المخابز، وهو الذي يوقع عدد كبير، الأمر الذي يؤدي إلى أن يقع عدد كبير من الشهداء. فبالتالي هذه المعلومات الأخيرة التي تمخضت من وزارة الصحة في قطاع غزة. طبعا وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من انقطاع التيار الكهربائي في المستشفيات، وأن هذا سيؤثر كثيرا على صحة المرضى وصحة طبعا المصابين جراء هذا العدوان. تحذيرات هذه من أمس وأول أمس، لكن يبدو أن الآن المنظومة الصحية بشكل عام يعني تعلن، أعلنت أيضا وزارة الصحة العمل بعدد من مراكز الرعاية الأولية، أصبحت تعمل في مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة.
هناك 100 بحسب الصحة أيضا 130 طفلا من الأطفال الخدج في قطاع غزة يواجهون خطر الموت في ظل تعنت الاحتلال إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات. إذن 130 طفلا من الخدج يعانون خطر الموت اليوم في قطاع غزة. نحن الآن في أحد أقسام الحضانات في قطاع غزة في مجمع الشفاء الطبي. يعني عدد المرضى الخدج الذين يحتاجون إلى رعاية حديثة في الحضانات يزيد عن 130 مريض. انقطاع الكهرباء عن المرضى، يعني سوف نحكم على المرضى هؤلاء جميعا بالوفاة المحققة. يعني فنناشد الجميع من أجل بذل الجهود الكبيرة لتوفير الوقود اللازم لمجمع الشفاء الطبي لاستمرار حياة هؤلاء الأطفال الخدج. للحديث أكثر عن هذا الموضوع عن آخر التطورات طبعا في القطاع ينضم لنا عبر الخط الهاتفي زميلنا ومراسلنا عبد الهادي أبو قينص. عبد الهادي صباح الخير، أهلا بك معنا، نتمنى أن تكون دائما بخير. صباح النور وتحياتي لكم ولكافة السادة المستمعين والمشاهدين، وشكرا لكم على هذه المشاعر الطيبة. نعم عبد الهادي، يعني المنظومة الصحية في غزة أعلنت أنها لم تستطع أو لا تستطيع الآن يعني القيام بما يلزم منها بسبب نفاذ الوقود في اليوم 16 من العدوان، بمعنى أنها فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها. هل لديك أي معلومات بخصوص هذا الموضوع؟ بالفعل ريم، هذه قضية اليوم هو اليوم 16 على التوالي لهذه الحرب البشعة ولهذه المجازر والجرائم وحرب الإبادة إن صح التعبير. القطاع الصحي بالفعل ليس وصل إلى حالة الانهيار، بل وصل أيضا إلى عدم توفر السولار الخاص بتوليد المولدات التي تعمل على إيجاد الكهرباء داخل المستشفيات هنا في قطاع غزة، ومن بينها مستشفى دار الشفاء الطبي والذي يعتبر من أكبر المستشفيات المركزية هنا في قطاع غزة، أصبح عاجزا عن توفير الكهرباء لكي يتسنى لهم بتقديم الخدمات الطبية سواء للأطفال الخدج أو للرعاية الأولية أو للعناية المركزة أو للجرحى الذين يصلون تباعا كل لحظة وكل دقيقة إلى مستشفى دار الشفاء المركزي. إذن هناك مناشدة ومطالبة واضحة وجلية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية هنا بقطاع غزة، تطالب المجتمع الدولي، تطالب الأمم المتحدة، تطالب العالم بأسره بضرورة التدخل لإدخال السولار الخاص بتشغيل محطات توليد الكهرباء وبالتشغيل المعدات هنا في المستشفيات لكي يتسنى للطواقم الطبية بمواصلة عملها داخل المستشفيات هنا في قطاع غزة. قضية أخرى وهي الأخطر أيضا، هناك بعض المستشفيات أصبحت الآن عاجزة عن تقديم الخدمات، وهي ما يقارب من 7 مستشفيات باتت الآن خالية تماما من تقديم الخدمات للجرحى الفلسطينيين، وهذه المستشفيات تقع في شمال قطاع غزة والذي يتعرض لأبشع عمليات القصف والقصف سواء الجوي أو القصف المدفعي، بالإضافة أيضا إلى عمليات النزوح لأهالي هذه المناطق الشمالية والذين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وما زالت هذه العملية مستمرة حتى اللحظة، أقصد عملية النزوح. ولكن دعينا نحشر القضية في المستشفيات الفلسطينية. المستشفيات هنا البعض منها بات عاجزا عن تقديم الخدمات، وأيضا مراكز الرعاية الأولية في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة أيضا أضحت عاجزة عن تقديم الخدمات في الأهالي هنا، بالإضافة أيضا إلى التهديدات التي كانت واضحة أيضا باتجاه مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والواقع في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، هدد أيضا بقصف هذا المستشفى، وعلما بأن هذا المستشفى يتواجد بداخله أكثر من 12,000 نازح. أي مستشفى نزحوا فيهم؟ من الشمال من بيت لاهي وبيت حنون وجباليا والمناطق الشمالية، ووصلوا إلى هذا المشفى
على أساس أن هذا المشفى هو مركز إيواء ويستطيعون أن يحتموا داخل هذا المستشفى الذي يقوم بتقديم الخدمات الطبية. أي مشفى فيهم إذا سمحت أن تذكر لنا اسم المشفى؟ 12,000 نازح في أي مشفى؟ في مستشفى القدس. القدس المهدد بالقصف. مستشفى القدس نعم. يتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. طب أين يذهب الناس؟ يعني عندما يهددون بإخلاء المستشفيات وهي المكان الآمن الذي ينزح له الآلاف، يعني حتى أن الصحة قالت لنا مستشفى الشفاء الطبي يعني فيه 30,000 نازح تقريبا. القدس أنت تتحدث عن 12 يعني ألف نازح. أين سيذهب الناس؟ أين يذهبون غير في مراكز الإيواء التابعة للأونروا أو إلى المستشفيات عبد الهادي؟ ريم، إذا ما تتبعنا الوضع الميداني هنا وخاصة في مناطق الجنوب من قطاع غزة، نجد بأن النازحين الذين نزحوا من الشمال هاربين من العنفوان، من حرب الإبادة، من المجازر، من التهجير القسري باتجاه المناطق الجنوبية، نجد أن هؤلاء جلهم في الشوارع، جلهم الآن في خيام. الخيام أقيمت من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن لا يستطيع أي ممن يتواجد في هذه الخيام أن تقدم له أي من الخدمات. مجرد خيام منصوبة في مناطق رملية غرب مدينة خان يونس، ولكن كلهم يتجولون في الشوارع خاصة في خان يونس ورفح. البعض منهم لكي نكون واضحين أيضا يذهب باتجاه أرحامهم أو أصدقائهم أو أقاربهم أو ذويهم، ولكن جزء كبير من هؤلاء النازحين. بالمناسبة أيضا ريم، عملية النزوح ما زالت مستمرة حتى اللحظة. وصباح اليوم الجيش الإسرائيلي يؤكد من تبقوا أو من حاولوا العودة، بمعنى أن خلال اليومين الماضيين أو تحديدا بالأمس البعض من الأهالي عاد إلى المناطق الشمالية، ولكن تفاجأوا بغارات مكثفة باتجاه المناطق، خاصة منطقة بيت حنون والتي أصبحت منطقة ممسوحة عن الوجود من شدة الانفجارات والغارات على هذه البلدة المعادية تماما لمعبر بيت حنون شمال قطاع غزة. إذن عملية النزوح مستمرة من الشمال باتجاه الجنوب، وللأسف الشديد حقيقة نقولها من منطلق ما نرى هنا على أرض الواقع وفي عين الحدث، بأن هؤلاء يتجولون بدون مأوى. هناك مراكز بالفعل فتحت من قبل الوكالة، وكالة الغوث، وهناك خيام أيضا أقيمت من قبل وكالة الغوث، وهناك أيضا القطاع الحكومي من مدارس وأندية وصالات فتحت أيضا لهؤلاء، ولكن الأعداد يا جماعة كبيرة جدا. الأعداد هائلة جدا. أين تذهب؟ فبالتالي هم يتجولون من قلة أو عدم وجود أي من مراكز الإيواء التي تأوي هؤلاء، ومن ثم هم يتجولون في الشوارع. إذا ما تحدثنا عن طبيعة الشوارع يا ريم، الشوارع أصبحت ملأ بالمخلفات بالخضرات، هذا يهدد أيضا بوجود أوبئة وأمراض داخل قطاع غزة، عدا عن عمليات العدوان والحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة عبد الهادي أبو قينص، تحياتي لك، شكرا.
في نهاية هذه التغطية، هذا تذكير بأهم العناوين والأخبار والتطورات في قطاع غزة. المنظومة الصحية في غزة فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها. أيضا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يقول بأن مستشفيات القطاع تستقبل كل ساعة نحو 50 شخصا بين شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال. مصدر طبي يتحدث عن 114 شهيد و 534 مصابا في قطاع غزة منذ مساء الأمس فقط. والمكتب الإعلامي الحكومي يقول بأن العدوان يستهدف تجمعات المواطنين خصوصا في الأسواق والمخابز، ما أوقع عشرات الشهداء. صحة الاحتلال تعلن ارتفاع عدد المصابين منذ 7 أكتوبر إلى 5132، بينهم 47 في حالة الخطر. وطيران الاحتلال يدمر برجا في حي النصر غرب مدينة غزة صباح اليوم، 7 شهداء و45 جريحا في قصف احتلالي هذا الصباح على منزل بجوار مركز إيواء في خان يونس. وطيران الاحتلال يشن غارات شمال غرب مخيم لنصيرات. وزارة الصحة تعلن عن ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 88 شهيدا منذ 7 أكتوبر. وأيضا الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تتحدث في تقريرها أن الاحتلال يقتل 120 طفلا فلسطينيا كل يوم منذ بدء العدوان على غزة. أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن جيش الاحتلال يقتل منذ بدء عدوانه في 7 من الشهر الجاري ما معدله 120 طفلا فلسطينيا كل يوم. وأوضحت الحركة في بيان لها أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 1661 طفلا فلسطينيا خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، كما وقتلت 27 طفلا في الضفة الغربية في الفترة ذاتها، أي بمعدل 120 طفلا كل يوم. أيضا صباح دامي في الضفة، 5 شهداء في جنين ونابلس وطوباس، والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم في البلدة القديمة. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه التغطية الخاصة بالعدوان المتواصل على أهلنا في قطاع غزة لليوم 16 على التوالي. غزة الصامدة، غزة الأمل. أشكركم مع نهاية هذه التغطية، وأشكر زملائي في الكنترول، ومن ريم العمري أطيب التحيات لكم جميعا، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي داير ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك.
وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن، يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.